جماعة اهلا بكم في فيديو جديد من قناة بوكزاوي. زي ما انتم شايفين في العنوان النهاردة هنعمل حاجة لذيذة جدا جدا جدا. حاجة نفسي اجربها بقالي فترة. ومفيش وقت احسن من رمضان ان انا اجربها فيه. مين فينا ما بيحبش الصوبيا؟ محدش. وايه هي كوكتيلات الصوبيا اللي موجودة؟ عندك صوبيا برتقال، عندك صوبيا مانجا، عندك صوبيا عناب. اكتشفت موضوع صوبيا عناب ده مؤخرا ما كنتش عارفه، بس اتضح ان في صوبيا عناب. ولكن هل في حد بيعمل صوبيا بالشوكولاته؟ على حسب معلوماتي فلا. فالنهارده هنعمل صوبيا بالشوكولاته، ولكن مش اي شوكولاته. النهارده هنعمل صوبيا بالنوتيلا، يعني هنعتبره ميلك شيك نوتيلا، بس بدل ما نحط فيه لبن هنستخدم صوبيا. هل ده هيمشي؟ فاه اكيد هيمشي، لان الصوبيا يعني هي عباره عن ميه. انا ما اعرفش الصراحه الصوبيا بتتعمل بايه بالظبط، بس اعرف ان هي خليط ما بين ميه الرز، ميه الرز باللبن، فانيليا، يعني ليه علاقة بالحاجات دي. ما دخلتش قوي، ما اعرفش صوبيا معمولة من ايه بالظبط، ولكن يعني هو هنقول عليه لبن مسكر شوية وفي طعم رز باللبن، فمش هيجرى اي حاجة لو حطينا فيه نوتيلا. لازم اثق في نفسي عن الصوبيا اكتر من كده. طريقة عمل الصوبيا المصرية اهو: نصف لتر من الحليب، 5 معالق من دقيق الارز، كوب من الحليب المغلي، معلقة كبيرة من قبيرة، معلقة كبيرة من جوز الهند، سكر حسب الرغبة. مش هتعمل نفس الصراحه واعمل صوبيا، لان يعني هي متنطوره في كل حته، ليه اعمل صوبيا؟ هنزل اشتري ازازه الصوبيا ومكونات الميلك شيك. وايه هي بالظبط مكونات الميلك شيك؟ بسيطه جدا، هنستخدم معلقه من النوتيلا، بعد كده هنحط عليها سكوب من ايس كريم الفانيليا، وبعد كده نحط عليها كوبايه لبن، ولكن بدل كوبايه اللبن هنحط كوبايه صوبيا. وعشان نخلي الموضوع اكتر حماسيا ممكن نحط عليه شويه اوريوز كده في نص الخلاط. ممكن اوريو، ممكن كيت كات، ممكن لا بلاش كده، خلينا اوريو، خلينا اوريو، مش عايزين نعمل مشروب الدمار اللي عملناه قبل كده بتاع كان وجع، كان قلب، بس كان قلبان يعني. خرب بيت، وده احنا كنا بنموت بعدها يا نهار اسود، والله جالي السكر يوميها. وقبل ما نخش الفيديو احب اشكر كل المشتركين على التفاعل وعلى اللايكات وعلى الكومنتات. ولو تتفرج جرب تعمل اشتراك، اعمل اشتراك دلوقتي حالا، ارجع اتفرج على الفيديوهات القديمه ممكن يعجبوك. نزلت اشتراك هديك 5 ثواني تشترك. 1 2 3 4 5. اهلا بيك في قناة بوكزاوي. احنا بننزل فيديو اساسي كل يوم جمعة، وبنرمي فيديوهات كده في نص الاسبوع. وترقبوا زي ما قلت لكم يوم الجمعة الجاية فيديو خطير جدا، وهو ارخص فول ضد اغلى فول. كده قلت كل حاجة عايز اقولها، نخش في الصوبيا. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا بكم في برنامج بوكز مجنون رسمي. هو عامة اللي احنا بنعمله النهارده ده، فيعني مش هقول انا مش مجنون رسمي. المهم يلا بينا نخش في الموضوع على طول. احنا لو عايزين نعمل ميلك شيك عادي من غير يعني الصوبيا، اللي احنا هنعمله كنا هنحط الاول سكوب من النوتيلا، وعليه على طول حاجه كيمو كونو او ايس كريم فانيليا. انا ما بقتش ايس كريم فانيليا في الصوص غير كيمو كونو، كيمو كونو بالفانيليا. هنحط شويه كيمو كونو بالفانيليا، ونكسر عليه شويه الاوريو، وبعد كده هندلق اللبن. بس هنعمل كل ده زي ما هو بالظبط، ولكن بدل ما ندلق اللبن هندلق الصوبيا، وهنشوف الموضوع هيمشي ولا مش هيمشي. طيب عندنا هنا جبنا خلاط هنخلط فيه، اكيد هنخلط فيه، امال هنعمل فيه ايه؟ ماشي، نبدا مبدئيا نحط معلقه النوتيلا. هل هنستخدم معلقه ولا اكتر؟ انا شايف ان معلقه كفايه جدا، معلقه كده حلوه من النوتيلا اظن دي هتبقى كفايه وهتقضي الغرض. وبعد كده نحط الايس كريم بتاعنا، ايس كريم كيمو كونو. انا يعني ممكن بقالي مثلا 3 4 5 سنين ما جبتش كيمو كونو، انا اصلا ما بحبش ايس كريم وانا صغير، ف اصلا ما كنتش باكل كتير وانا صغير يعني. انا عندي فكره، ما تيجي نحطه بالبسكوته ولا بلاش؟ مش عارف، خايف احطه بالبسكوته، بسكوته ما كده هحطه اوريو يعني، احطه بالبسكوته ولا احطه من غير بسكوته؟ مش عارف، انا شايف نحطه من غير بسكوته اضمن، وممكن بعد كده في الاخر نزود او يعني ممكن نحط حته. المهم احنا نعمل حاجه، بس هنحط ننزلنا اهو، نزلنا الفانيليا تمام. لا خلاص فيكس، بلاش نحط البسكوته ولا نحط، حط يا جدع البسكوته يا عم مش فارقه، رمضان كريم. ماشي كده حطينا ده وحطينا ده، ها فاضل اخر حاجه في الاوريو. نحط واحده لكن ده في اوريو العادي، وفي اوريو بالشوكولاته، نخليه اوريو بالشوكولاته مش حلو اي حاجه. ما اظنش نحط الاثنين، نحط واحده بس كفايه. وعشان نسهل الموضوع هن ايه يعني، هنحط برضو ايه، نكسره شويه كده هيبقى اي حاجه خالص. بس عليكم شايفين اصلا، شايف الكادر اللي انا عملته ده؟ الطريقه بغير الدنيا خالص، مش خاطر الكوبس يوصل للايه، للخلاط. عشان نكسر الخلاط محدش يعمل اللي انا عملته ده خالص، الا لو هو متاكد ان هو غسل الاوريو عشان انا غسلته كويس بالكلور عشان كده ايه فتحت بقي. انما غير كده هو حد يفكر في الاحوال اللي احنا فيها دي انه يعمل اي حاجه؟ هو هنحط الاوريو جوه الخلاط، معانا كده 3 اوريو. ونيجي دلوقتي للخطوه الاخيره في المكونات، وهي الصوبيا. الصوبيا دي ما فتحتهاش اصلا وما دقتهاش، بس انا مش عايز ادوقها اصلا، ايه عامله اللي هو لازم اروح، هي خلاص مش محتاج سكينه. تمام، احنا هنبدا الاول نحط شويه صغيرين
ونخلط ونشوف ايه اللي هيحصل. ونقفل عليه الغطا انا كده اقفله صح، مش عايز ايه، مش عايز اخلط فيه عشان كله ما يطلعش في وشي. تمام كده المفروض ان انا اقفله صح. انا اول مره استخدم الخلاط ده، اول مره استخدم البتاع اللي فوق دي، فعشان كده مش ايه، مش متوقع ده بيتقفل ازاي بقى. ليه اكيد ليه تكنيك معين. طب كده قفل اظن يعني كده. لا هو كمان في حاجه بتحصل غلط، فاحنا ايه اظن نسال احسن بدل ما ايه لو اصلا بيتحط كده. بيتحط كده، ده انا كنت حامل مصيبه. تمام كده انا فهمت. تمام كده احنا قفلنا عليه، ثبتنا عليه كويس، ماشي خلاط جاهز. يلا بينا اول خلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. اظن هو اوريدي خلص، بس انا هنعمل شويه كمان احتياطي. اظن كده كفايه جدا، بس احنا على فكره ممكن ايه يعني نحسهم قليلين على الكوبايه، ممكن نزود شويه اللونه نشوف شكله الاول. اوبا كاميرا وقعت، ارجع تاني. ولكن في اي حاجه حصلت؟ تراجعي تراجعي، انا مش شايف الكادر بس يعني يكون تمام. ريحته حلوه الصراحه، ولا دول كفايه على الكوبايه؟ لا نزود نزود، يعني انا مش عايزه يكون برده ايه. هقول لكم حاجه، احنا نزود صوبيا ونحط بقى بالمره ايه، نحط بالمره بقيه الاوديو اللي احنا عملناه ده. انا كنتش عايز احط كتير عشان ما يبقاش تقيل، بس هو يعني بالمنظر ده هو خفيف جدا، مفيش اي مشكله مش نكسره، او حتى لو ما كسرناهوش مش مشكله خالص. كده احنا حطينا كل حاجه عندنا، الاوريو والايس كريم وكله تمام. عايز اقلب الغطا من غير ما اوسخ الدنيا. حلو قوي كده، كمان بلندايه بس كده، جميل جدا جدا جدا. بص عليه، هو ريحته اوريدي بدات تطلع من بره البتاع وعامل رغاوي حلو والله. حاجه برده قويه جدا ريحه البسكوت الصراحه طالعه جامد، فيعني كويس ان احنا حطيناه، ويعني اظن كلنا بنحب البسكوت. اوعى بس ايه تدلو عليه. تمام فتحناه كده سليم 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 سليم، امان امان. يلا بينا ندلقه في الكوبايه ورجعنا لكم تاني في اخر فقره واحلى فقره، وهي فقره التذوق. وان شاء الله ان شاء الله فقره النهارده هتبقى من احلى الفقرات ومن اجز الفقرات. احنا حطينا الصوبيا نوتيلا في الكوبايه وادينا له تقليبه حلوه، وجهزنا الشليمو، ومعايا شليمو تاني لو تقيل، بس هو مش تقيل يعني، هو ولا تقيل ولا خفيف جدا يعني، هو يعني ايه التكه بالظبط اللي ايه الواحد محتاجها يعني، ما اظنش الواحد هيحتاج اكتر من كده. فانا شايفه يعني مناسب جدا جدا جدا. ماشي هندوق دلوقتي الصوبيا بالنوتيلا والاوريو وايه تاني، ايس كريم وبسكوت الايس كريم، ونشوف طعمه هيبقى عامل ايه. يلا 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. بعيدا عن ان هو مسكر قوي قوي، بس هو حلو، بس هو هو مسكر جامد، بس يعني ايه حلو في نفس الوقت. لو كنا شلنا البسكوته كنا هنقلل في السكر بتاعه، بس الميكس حلو الصراحه عجبني. حلو فعلا، هو احلى بكتير بكتير من المشروب اللي عملته كده، من مشروب الدهار اللي عملته قبل كده. التاني كان يعني كان مؤفر بزياده، فهو ده احلى منه. الناس اللي بتحب، هو بس عشان السكر بيضايقني بزياده، في ناس السكر يعني معظم الناس يعني السكر بيضايقني اكتر ما بيضايق معظم الناس، يعني بيضايقني بالزياده قوي، فعشان كده ايه الرياكشن على وشي كان كده. بس انما بالنسبه لمعظم الناس مش هيحسوا قوي، يعني انا من الناس اللي مثلا لما ايه اكل شوكولاتايه ده نادرا، كل فين وفين لازم جنبها ازازه ميه، لو مثلا في السينما وجبت شوكولاته لازم ازازه ميه، مع ان يعني الشوكولاته دي نادرا جدا لما اكل شوكولاته، بس لازم جنبها ميه. لو مثلا هاكل كنافه لازم جنبها كوبايه شاي من غير سكر او معلقه سكر واحده، هاكل اي حلويات لازم جنبها شاي، كيكه لازم جنبه مثلا شاي ساده، فاهم حاجه كده ايه تعادل السكر. في ناس بتاكل السكر، معظم الناس اظن بياكلوا سكر عادي مش بيأثر عليهم قوي، بس انا بالنسبه لي لازم حاجه جنبها. كان رياكشن وشي ان ايه سكر بزياده، بس كطعم
هو عجبني فكره ان يعني السوبيا لوحدها اصلا طعمها جدا. انا بالنسبه لي من حاجات رمضان يعني مش حاجات رمضان، السوبيا موجوده على طول يعني المشاريب. لو هنقارن مثلا السوبيا مع القصب مع البرتقال مع العناب، بحب السوبيا عشان السوبيا مشروب يعني كريمي كده شويه، مشروب يعني تحس كده بطعم. يعني هو مش شايف ان ما ينفعش نقارن السوبيا مع القصب، لان القصب ده هي مش فاكهه بس يعني هنعتبره تحت الخضار والفاكهه، فما ينفعش تقارنه بالسوبيا. السوبيا فيها نشويات وفيها كده ايه، انتوا فاهمين يعني. ممكن مثلا نقارن السوبيا بالاوريو بالبيلك شيك، حسهم ايه يعني منتجات البان، انما اسمه ايه القصب حاجه تانية. فانا بالنسبه لي بقى في القصب والعناب والحاجات دي بحب جدا اول حاجه العناب وبعد كده القصب، انما السوبيا الصراحه مش شايف ان هي ممكن تتحط في التير ليست معاهم. فعشان كده بالنسبه لي السوبيا يعني هي كاتيجوري لوحدها وهايله جدا، ومش شايف اي حاجه يعني ممكن ايه ممكن تنافس مع السوبيا. فلما حطينا فيها النوتيلا والايس كريم وحولناها الى ميلك شيك طلع طعمها جامد. كان ممكن نقلل بالنسبه لنا، ممكن نقلل شويه النوتيلا، احنا حطينا معلقه كبيره قوي من النوتيلا، كان ممكن نحط معلقه. وبعدين معلش يعني انا اسف بس دي مش كوبايه عاديه، دي كوبايه جواميس يعني معلش. ده شبح جواميس مش اي حاجه يعني. انا ساعات بشربه بس يعني ايه هو كتير، فانت لو عايز مثلا عادي هتشرب نص الكوبايه دي، فعشان كده مش هتحط كميه النوتيلا دي كلها. انما ده شوب جواميس. هو عادي ساعات بشربه بس يعني ايه مش هقدر اقول اكتر ان هو يعني شوب جواميس. كويس جدا. لو حد عايز يجربه ولا مش سكر قوي زي كده، قلل شويه في النوتيلا وحطش بسكوت الايس كريم، جيب ايس كريم فانيليا عادي كده وحط الفانيليا من غير ما تحط فيه بسكوت الايس كريم. وبكده نبقى خلصنا حلقه النهارده. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، وقول لي لو عايز اجرب اي ميكس جديد، اي حاجه رمضانيه مختلفه اجربها. ما تنسوش يوم الجمعه في فيديو قوي، فيديو خطير هينزل، وهو ارخص فول ضد اغلى فول اسكندراني غالبا. احنا هو هيبقى اسكندراني واحنا هنعمله، ولو مش اسكندراني احنا هنعمله اسكندراني. وبس كده، لو مش عارف الفيديو ما عنديش غير حاجه واحده بس اقولها لك. كفايه بقى بعد الاكل تولع السيجاره، حياتك هتتدمر وتغرق زي العباره. شوف لك اي هوايه العب كره تيكي تاكا، ولو اتاخر من على الاخر كلك حته شوكولاته. كفايه بقى بعد الاكل تولع السيجاره، حياتك هتتدمر وتغرق زي العباره. شوف لك اي هوايه العب كره تيكي تاكا، ولو اتاخر من على الاخر كلك حته شوكولاته.